بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعونه تعالى تشكيل كتيبة الصحابي الجليل جعفر الطيار رضي الله عنه في تلبيس التابعة للجيش السوري الحر، وهي المخولة الوحيدة للدفاع عن المدنيين في مدينة تلبيسة وقراها من عناصر الأمن والشبيحة والجيش الأسدي. ونحذر جميع عناصر الأمن والشبيحة والجيش الأسدي من أي عملية في المنطقة، وإلا سيكون الرد قاسيا. ونعتذر عن ذكر الأسماء لأسباب أمنية. عاشت سوريا حرة أبية.